نهار كبير هذا، يعني هذا الفضاء يعني عاود فتح من جديد، ويعني هذا الفضاء ديالنا كاملين، ويعني والناس الدار البيضاء كاملين، يعني وخصنا نهتموا به ونشوف وليداتنا يعني يحاولوا يعني ما يوسخوش يعني الدنيا تما فيه، ويكون تما الامور تكون مزيانه. وهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء كنصح به المغاربه كاملين، يعني خصهم يتهلاو في هذا الفضاء اللي 16 عام هو مغلق. وبعد كنهنئو الساكن ديال الدار البيضاء بهذا الافتتاح ديال هذا المكان. كانوا كيتسناوه لمده ديال 16 سنه كتحفه، كيف قلتي يعني ماشي شي حاجه اللي سهله. ومني كنتسناوه 16 سنه وكيجي، يعني ما خصنا نحافظوا عليه، ماشي غير يلاه تفتح اسبوع كنلقاو الازبال في كل مكان، يعني بلاستيك مليح هنا، الدراري كيلعبوا فوق. ملي كيجي معاك ولدي خاصك يعني انت مسؤول عليه، مش خليش يطلع في شي بلاصه اللي ما خصوش يطلع فيها. لهذا كندعو الساكنه ديال الدار البيضاء، كنهنئهم وكندعوهم انهم يحافظوا على هذا المكان، باش احسن المسؤولين يشجعوا انهم يفتحوا يعني شي بلايص اخرين اللي مزيانين، ماشي انهم كيضربوا عليه شماره وفي الاخر كيلقاو يعني داك الشيء المواطنين ما كيحافظوش عليه، ما يتشجعوش. لهذا نتمنوا من المواطنين يشوفوا هذا الشيء ويعني يتمتعوا به ويحسوا بالمسؤوليه ديالهم، راهم مسؤولين عليه. الحقيقه هذا الشيء اللي كيفرح، هذا لونتوراج وهذا سميت وهذا الحديقه اللي داروا جديده، هذه راه حاجه رهان، هذا كنربحوا كاملين، خصنا نحتفظوا به ونتهلاو فيه ونفتخروا به. مغربنا هذا راه غادي يزيد يتقدم ان شاء الله، والحمد لله حنايا غادي في التقدم، خصنا نتعاونوا نديروا اليد في اليد ونقبش نزيدوا بلادنا لقدام. شنو الحوايج اللي ما خصهمش يتداروا الحكومه؟ الا جينا نبقى نهضروا على الحوايج راه بزاف. لاحظتي انت شي حاجه؟ شوف كل وكيفاش عقلو، كل وكيفاش الذاكره ديالو، ما غاديش نبدا نحكم على كل واحد شنو هي النوايا ديالو، انما الانسان انا اللي اون جينيرال خصو الانسان يكون نظيف، اذا كان نظيف لداخل غيكون نظيف حتى برا. خصنا الله ونحتفظوا، راه هذا ديالنا كاملين. كي كدير وياه، انا اول مره جيت دابا قعدت هنا وجاي مشتاق، انا زدت في لاكار وزيت مشتاق باش نجي نشوف هاد حيت الشتاير في الفيس لاحين الدراري، وجيت قلت نشوف هاد سميتو هاد، لان حتى حنا راه حنا ديما تنتعلموا ملي كنجيو كنشوفوا هنا مسدود وباقي مكرفاز وهذه الحاله كتتعلم، ولكن دابا الحمد لله هذا خير كثير، هذا فضل كثير خصنا نحتفظوا عليه. افتتاح اخويا خاصهم يحاولوا يشدوا وليداتهم ويحتفظوا لهاد الورد، هاد الشيء هذا اللي داروا هاد الناس هادو، وهاد البلاصه هادي راه خاصها تبقى نقيه وتبقى مزيانه، وراه هادشي هادي راه مصلحة المواطنين ومصاحب ديالهم، تيجي سيرياس ياخد شوية الراحة ديالو. هادشي اللي نقولك اخي. بالنسبة للأزبال والأوراق، يعني الأمور خاصها تكون الناس خاصهم يحاولوا يعني ينطفوا الأمور ديالهم، وتكون يعني يحاولوا يعني ماكسيموم يعني تكون يخليوا يعني لهذا الممر هذا ديال الناس كامل ديال المغاربة كامل، يعني تكون فيها الأمور مزيانة، ويعني تكون يحافظوا عليها يعني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.